بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من الإخوة طلب مني يعني كيفاش، قال لي كيفاش نجم نجرب هذه الممبران أو الساحب هذه نتاع التيربو. ها تو باش يعني يا أما نجيبوا إبرة كما هذه، يا أما نجيبوا إبرة كما هذه وركبوا لها ديريت ونحطوه هنا ونسحبه، أسحب الهيكل شفتم؟ يجبد يعني يجبد هذاك، معناتها يخدم لاباس عليه ويقعد، لازم يقعد شاد شد غادي فوق هيك، لازم يقعد شاد ما ينزلش. انا ما تنزل انت نزل وتنجم زاد بفمك، حتى فمك سهل ماهوش صعيب، يعني العمليه سهله مش صعيبه. فما نوع شفط هيك ونوع دفع، يعني فما نوعين، فما نوع بالدفع ونوع بالشفط، وعنده هو حدود يوقف فيها، شفتوها عنده حدود يوقف فيها يعني ما يفوتش الحد نتاعه، وعنده حتى تعديل يعني نجم ياخذ على تيربو قديم او يرجع زي ما كان او في جديد يلقاها حاضر معدل. واذا كان هي تشفط الكيكة وترجع كما تحب انت، معناتها لابس عليها سليمه، واذا كان انت تشفط وهي ما تجبدش معاك معناتها غير سليمه. هذا الفرق. عندنا هذه موتور 1.5 دي سي، 1.5 دي سي اللي هو موجود في كليو، في الميغان، في نيسان، في عده انواع من السيارات. باش نوريكم الكاتاليزر نتاعو وينو وكيفاش يركب. هذايا طبعا الكاتاليزر ديما يجي ناحيه الشاكمو، يعني ناحيه خروج الدخان جهه التربو ديما يجي. هذايا كاتاليزر نتاع 1.5 دي سي يجي هنا، شفتو 1.5 دي سي يجي لتالي وصغير ما فيش مش كبير. هذايا اللي هو انا منحيه محضره حاضر باش، هذايا اللي هو الكاتاليزر سموه نتاع 1.5 دي سي. هذايا زاد كيف كيف ينجم يتنظف، واغلبية يعني في ال دي سي يكسروا فيه من داخل ويفرغوا فيه ويمشي، يعني لاباس ماهوش اشكالية، يعني اللي يحب يفرغه ويحب يكسره. كيما هذا تو فرق، شوف فيه فرق مكسر، يعني ما جاش مع المحرك هذا، هو جا عندنا هذا وحده. انا حبيت صبرته باش نوريه لكم. اما هو يركب جهة التيربو من تالي في 1.5 دي سي، كل مكة موجودة فيهم. إن شاء الله تنفعكم المعلومة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.